السلام عليكم. اجي نحضر هذا البانكيك، وماشي اي بانكيك، هذا بلا زيت بلا زبده وحتى بلا حليب. كيف ما كتشوفوا كيجي مفشفش، كيجي رائع، ما غاديش تبيعوا منه. نبداو المقادير. كنحتاج واحد البيضه، هي النيه كانت غير بيضه ولكن صدقوا فيها جوج ديال الصفار، شوف لي فيها تلقى بحال هكا في شي بيضه. صافي، من بعد كنزيد واحد الساشي ديال الفاني، جوج معالق ديال السكر يكونوا كبار. كنخلط المكونات ديالنا مزيان، من بعد كنضيف واحد الياغورت اللي بنكهه ديال الفاني، وهذا هو السر ديال هذا البانكيك، تيجي رائع بهذا الياغورت هذا، غير جربوه وانا متاكده غادي يعجبكم. صافي، من بعد كنبقاو نضيفوا الدقيق بالتدريج وكنخفوا كذلك بالماء، كيف ما غتلاحظوا في الفيديو الدقيق احتاجي تقريبا 150 غرام، والدقيق كيبقى حسب النوعيه. صافي، كنبقى نخفف غير بالماء عادي ديال الصنبور حتى كنحصل على الخليط اللي باغا انا. صافي، من بعد هنايا زدت كاضافه جوج معالق كبار ديال الشوفان، ممكن نضيفهم ممكن لا، وغادي نضيف واحد الكيس ديال الخميره الكيماويه ديال 8 غرام. كنخلط المكونات ديالي والخليط ديالي هكا كيكون واجد، هذا هو القوام ديال الخليط ديالي. صافي، كندوز مباشره كنبدا نطيبو. انا خديت هنايا بديت كنطيبو في المقيله ديال البانكيك، مقلة ديال 7 الوجوه، ممكن طيبوه غير في مقلة عادية، غير هادي كتجيبوهم تقريبا في قياس واحد وصافي، هذا هو الفرق. صافي، حتى كنيدو دوك الفقاعات الفوق تنعاود نقلبو، وراه ناجح 100%. انا متأكدة غادي يعجبكم الا جربتوه، كيجي زوين بزاف، كيجي خفيف، وحتى الا بقى ليكم في الثلاجة راه تيبقى بحال عاد طيبتوه جديد، واصلا ما غاديش تخليوه في الثلاجة بزاف حتىش غتساليه قبل من الوقت. راه تيعطي كميه وفيره كيفما شفتوا في الفيديو، تقريبا عطاني شي 21 حبه في هذا القياس هذا اللي درت انا. كيفما كتشوف تيجي مهوي من الداخل، كيجي خفيف، وانا فكرت انني نقدمه بحال هكا مع شويه ديال العسل وشويه ديال المكسرات. كنبغي نقول لكم بالصحه والراحه، ولا جربتوه ما تنساوش تجيو تقولوا لي كيف جا معكم.